بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 127. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المنطقة الشرقية وباعثها مستمع رمزي لاسمه بالحروف ميم ميم. أخونا عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: فاتتني مرة صلاة العصر مع جماعة في المسجد بربع ساعة، فقمت بأدائها في البيت، هل في هذا خطأ؟ وهل يجب علي أن أصليها في المسجد حتى ولو كان قد خرج الناس؟ ودهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الواجب على المسلم المبادرة لأداء الصلاة مع الجماعة، وأن لا يتكاسل ويتأخر حتى يعرض نفسه لفوات الصلاة. ولكن إذا حصل بعض الأحيان أنه فاتته الصلاة مع الجماعة، فإنه يلتمس من يصلي معه في المسجد، وينتظر لعل أن يأتي أحد فاتته الصلاة ويصلي معه. وإذا كان هناك مسجد آخر قريب منه ويرجو أن يدرك الصلاة أو بعض الصلاة فيه، فإنه يذهب إليه إلى المسجد الآخر إذا فاتته في المسجد الأول. فإذا لم يكن هذا ولا هذا، فإنه يصلي وحده إما في المسجد وإما في بيته. الأمر في هذا واسع، الحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجبيل الصناعية بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات. تقول السائلة: صاد ألف ميم البرمي. أختنا تسأل وتقول: ما حكم الأكل والشرب واقفا، علما بأننا كثيرا ما يكون الواحد مستعجلا ويفتح الثلاجة ويتناول الماء لكي يشرب وهو واقف، هل هذا جائز أو لا؟ لا بأس بذلك، لا بأس بالأكل والشرب واقفا، وإن كان الأفضل والأحسن أن يكون جالسا. الأكل والشرب الأفضل والأحسن أن يكون جالسا وقت الأكل ووقت الشرب. وإذا أكل أو شرب وهو واقف أو هو ماشي فلا بأس بذلك، والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: لدي طفلة عمرها يتراوح بين 5 أشهر تقريبا، وهي طفلتي الأولى، وهي كثيرة البكاء، وعند أداء الصلاة أحيانا تكون تبكي، فأحيانا أتركها في الغرفة التي تبكي فيها وأذهب وأصلي في غرفة أخرى، وأحيانا أحملها معي في الصلاة. ولكن يا فضيلة الشيخ، أشعر أنني وأنا أحملها في الصلاة لا أستطيع تأدية الصلاة بالوجه المطلوب، فمثلا لا أستطيع أن أكبر برفع يدي الاثنتين حيال الأذنين مثلا، وكذلك في الركوع، فهل هذا يؤثر على صلاتي عندما أحملها؟ وأيضا عندما تبكي أحيانا أضعها في هزازة لها أو أرجوحة، وعندما أجلس بين السجدتين مثلا وكانت تبكي أهزها بدون أن ألتفت، فهل هذا يجوز؟ أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا. إذا كان في حملها في الصلاة مصلحة بأن تسكن عن البكاء لا بأس بحملها، وأما رفع اليدين عند التكبير فهذا سنة ليس بلازم. وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم طفلة وهو يصلي، وهي أمامة بنت زينب، حملها عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فإذا أراد أن يسجد وضعها، وإذا قام حملها معه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان في حملها مصلحة لأن تسكت عن البكاء وتطمئن، وأيضا أنت تطمئنين عن الانشغال بها وتشويش عليك بصوتها، فلا مانع من ذلك أبدا.
وكذلك لا مانع إذا وضعتها في الأرجوحة وبكت أن تحركي الأرجوحة حتى تسكت وأنت في الصلاة، لا مانع من ذلك كله، والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل أختنا وتقول: ما حكم من توضأ ولم يذكر اسم الله تعالى قبل الوضوء في سره، ولكن عند وضوء يديه مثلا أو رجليه تذكر التسمية، فهل عليه أن يعيد الوضوء، أم إذا تذكر التسمية يجوز له أن يقول بسم الله في أوله وآخره؟ وإذا كان عليه أن يعيد الوضوء، فما حكم وضوئه وصلاته السابقة، علما بأننا نعرف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. التسمية في بداية الوضوء مشروعة، إما مستحبة عند جمهور أهل العلم أو واجبة كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فهي مشروعة بكل حال. وإذا تذكرها في أثناء الوضوء فإنه يسمي ويستأنف الوضوء من جديد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فيسمي ويستأنف الوضوء من جديد. ومن العلماء من يرى أنه يسمي ويكمل وضوءه، ولكن الرأي الأول أحوط والحمد لله. ولا يكفي أن يسمي الإنسان في سره، بل يتلفظ بالتسمية، يقول بسم الله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تصف نفسها وتقول: إنني امرأة إن شاء الله محافظة على الحجاب وملتزمة إن شاء الله تعالى، ولدي بعض البلايز الفنايل أكمامها ليست طويلة إلى آخر اليد، بل هي أسفل من الكوع بجزء يسير، فهل يجوز لي أن ألبسها أمام نسوة دون اختلاف بالرجال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواز يجوز هذا عند النساء، ولكن الأفضل والأولى أن تلبس لباسا معتادا، أما اللباس غير المعتاد وهو ما يكشف الذراعين أو الساقين عند النساء فهذا لا ينبغي، لأنها تكون قدوة، وربما يتساهل من يراها من النساء ويتخذها قدوة، ويحتج بها. فالأولى التحفظ والتستر، وألا تكشف المرأة عند النساء إلا ما جرت العادة بكشفه من وجهها وشعرها وكفيها قدميها الذي جرت العادة بكشفه في محيط النساء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من كفر الشيخ في جمهورية مصر العربية المستمع يوسف الجمل ويعمل في الرياض، يقول: أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا عن عزاء وقيام عمل ولائم وإحضار الشيخ ليقرأ القرآن، وبعد 40 يوما عن وفاته يقومون بعمل عزاء مرة ثانية، أفيدونا جزاكم الله خيرا. كل هذا لا يجوز، وابتداع وتكاليف ما أنزل الله بها من سلطان. والمشروع الدعاء للميت والاستغفار له، تصدق عنه بعد تسديد ديونه وما يجب عليه من الحقوق، هذا الذي ينفع الميت. أما هذه الولائم وهذه التقاليد الباهظة، هذه ما أنزل الله بها من سلطان، يجب تركها ويجب النهي عنها، لأنها لا فائدة منها، بل هي مضرة على الأحياء وعلى الأموات. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخت لنا من اليمن بعثت تسأل وتقول: المرسلة لام عين شين، ثم تقول عن نفسها: إنني فتاة أشتغل في مدرسة أولاد في الصف الخامس والسادس، وأضع الحجاب على وجهي، وإنني والحمد لله متدينة، أعرف الحلال والحرام، لكن يدور حديث بيننا مع المدرسين والمدرسين رجال حول العمل، والله عالم بالنيات، هل هذا حرام؟ وجهوني وأرشدوني جزاكم الله خيرا. الواجب أن يتولى تدريس النساء نساء مثلهن، وأن يتولى تدريس الرجال رجال، ولا يجوز لأحد الجنسين أن يدرس الجنس الآخر لما في ذلك من الفتنة وفتح باب الشر. والمسلم أو المسلمون يجب عليهم أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة الحفاظ على نسائهم وعلى عوراتهم، ويمنع الاختلاط بين الرجال والنساء بحجة التعليم أو بحجة الطب أو غير ذلك، فإن ما يجره هذا الاختلاط من المفاسد ومن المآسي ضرر عظيم لا يستباح من أجل مصلحة جزئية يمكن تحقيقها، بأن يتولى
تطبيب الرجال رجال وتطبيب النساء نساء ويتولى تعليم الرجال رجال وتعليم النساء نساء مثلهن. الخبرات متوفرة للجنسين ولله الحمد، وإنما الشأن الاهتمام بهذا الأمر والحساب له وتجنب التقاليد العمياء المجتمعات التي لا تبالي بأمور النساء وأمور الأعراض. الواجب على المسلمين أن يحسبوا حساب ذلك وأن يجعلوا للنساء ما يكفيهن في محيطهن ومن بينهن، وللرجال كذلك ما يكفيهم في محيطهم ومن جنسهم. تقوم المصالح لذلك وتندفع المضار، ويحصل المقصود المطلوب من غير أن يرتكبوا لذلك خطرا وطريقا صعبا لا تعلم عاقبته ولا يؤمن شره. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لدي والدة غير متعلمة، تقوم بالصلاة على شكل غير مطلوب، تقرأ الفاتحة في ركوعها وسجودها ولا تعرف التشهد الصحيح، ودائما أنصحها لكن دون جدوى. تقول هذه الصلاة كما كان يصلي والدها رحمة الله عليه، وجهه لماذا أعمل تجاهها؟ جزاكم الله خيرا. الواجب أن تعلمها الطريق الصحيح والعمل الصحيح في دينها، ولا سيما الصلاة. الواجب أن تعلميها الفاتحة وأن تعلميها ما تحتاج إليه وأن تنبهيها على الأخطاء التي تحصل منها، ولا تتركيها على جهلها وعلى ما جرت عادتها به، لأنها متعلقة بذمتك. ما دامت أنها والدتك وأنها تجهل أمور دينها وأنت على مستوى أحسن، الواجب أن توجهي هذه المرأة وأن تعلميها وأن تنبهيها على أخطائها، ولك في ذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى، ولا تتركيها على جهلها. ثم هي أيضا يجب عليها أن تتعلم منك أو من غيرك، ولا يجوز لها أن تبقى على جهلها، فهي تجد من يعلمها ومن يوجهها. إنها لا تعذر بالجهل مع إمكان إزالته ومع إمكان تعلمها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول إنني فتاة عقد علي للزواج منذ 3 سنوات، وقد دفع الخاطب أضعاف المتطلبات، لكن شيء غريب يحدث لهذا الرجل، لأنه كلما حدد الزواج في يوم كذا قال لا، ثم يتأخر ولا نعرف ما هو السبب. هل هو سحر؟ وهل يستطيعونه من يفرقون بين المرء وزوجه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الله أعلم بذلك، لكن الواجب عليه أن يبادر بالزواج وأن لا يتأخر عنه، ما دام أنه قد تهيأ ودفع المهر وتم كل شيء ولم يبقى إلا الدخول، فإنه ينبغي له أن يبادر بالدخول، لأن هذا فيه مصالح عظيمة، وكل ما تأخر تفوت مصالح كثيرة، ويتعرض هذا الزواج لعوائق، ولا يتمادى مع الكسل أو مع التساهل، فعليه أن يعزم إذا كان عنده شيء من الترددات والهواجس من الشيطان، عليه أن يقطعها بالعزم والتوكل على الله سبحانه وتعالى والمبادرة بالزواج. وإذا تمادى في عمله هذا وتأخره وإضراره بالمرأة، فإن للمرأة حق المطالبة، إما بأن ينهي هذا الموضوع ويتزوج، أو أن يتخلى ويترك هذه المرأة للخطاب، لئلا يفوت عليها مناسبة أو فرصة لا تفوت عليها فرصة الزواج في أول عمرها وفي إبان رغبة الرجال بها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول أخوكم في الله محمد البدروال مصري، يقول قام بيني وبين والدي خلافات، وبسبب الخلافات قلت علي الطلاق بالثلاثة، لن أسافر، وزوجتي كانت تسمع الطلاق، ولكن بعض الناس الخيرين قالوا لي لازم تسافر، وهذا الكلام حدث في نفس اليوم الذي سافرت فيه، إذا لم أسافر فإني سوف أخسر مبلغا من المال يعود علي بضرر كبير، وسافر، أفيدوني عن حكم ما فعلت؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت حلفت بالطلاق على أن تسافر في الوقت المعين ثم سافرت، فلا شيء عليك لأنه حصل المقصود. أما إن تأخرت عن السفر الذي ألزمت نفسك به وحلفت بالطلاق أن تفعله ولم تفعل وفات الوقت، فعليك أن تراجع أهل العلم في بلدك من أهل الفتوى المعتمدين أو المحكمة الشرعية لتنظر في هذا الموضوع، مع إحضار الزوجة وإحضار من حضر من الرجال في المجلس الذي حصل فيه
الكلام من أجل التثبت من هذا الأمر ودراسته وإعطاء الرأي الشرعي فيه. يقول إنه حلف ألا يسافر وقد سافر. إذن حصلت المخالفة، عليه أن يراجع أهل العلم. أنا عامل بمزرعة، هل لي الحق بأن آكل من ثمار هذه المزرعة والمزارع المجاورة لها؟ ولأن بعض العماد يعطون بعضهم بعضا من الخضروات والفواكه للأكل، هل هذا يجوز أم لا؟ جزاكم الله خيرا. وهل يبيع أي شيء من دون علم صاحب المزرعة؟ أما البيع فلا يجوز إلا بعلم صاحب المزرعة أو تفويضه له. أما الأكل إذا كان صاحب المزرعة لا يمنع من ذلك فلا بأس به. مجرد الأكل إذا كان صاحب المزرعة لا يمنع منه فلا بأس به. أما إذا علمتم أن صاحب المزرعة لا يرضى فلا يجوز لكم الأكل من مزرعته وخضرواته إلا بإذنه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع يقول البشير عبد الرحمن السوداني، يسأل ويقول: ما حكم الصلاة خلف رجل يترك كلمة في بعض الآيات أو بعض الحروف، علما بأني راجعته في هذا الأمر وقرأها خارج الصلاة بطريقة صحيحة، ولكن في الصلاة ليس كذلك، علما بأنه لم يتعلم وإنما يحفظ، هل يجوز أن نصلي خلفه؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الذي يتركه من الفاتحة فلا تجوز لكم الصلاة خلفه، لأنه لا بد من قراءة الفاتحة كاملة بحروفها وتشديداتها وجميع ما تصح به قراءتها. أما إذا كان ذلك في غير الفاتحة فإن الصلاة لا تبطل بذلك، ولكم أن تصلوا خلفه لكن مع تعليمه وتنبيهه. يسأل أخونا ويقول: كيف أصلي إن لم أجد الماء للوضوء، وإذا صليت وقد تيممت ووجدت الماء هل أعيد الصلاة؟ إذا كان الماء قريبا منك وترجو الحصول عليه فإنه يجب عليك البحث عن الماء في الأماكن التي ترجو أن يوجد فيها وما يمكنك الوصول إليه من المواضع التي حوله، يجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله كما يقول أهل العلم. أما إذا غلب على ظنك أنك لا تستطيع الوصول إلى الماء وليس حولك ماء تستطيع الوصول إليه فإنك تتيمم وتصلي وصلاتك صحيحة، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أما إذا تيممت وصليت ثم وجدت الماء قريبا منك فإن كان هذا نتيجة إهمال منك وعدم طلب وعدم بحث فإنك تعيد الصلاة، تتوضأ وتعيد الصلاة. أما إذا اجتهدت وبحثت وطلبت الماء ولم تعثر عليه ثم تيممت وصليت صلاتك صحيحة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: طالب في الجامعة الإسلامية ورمز باسمه بالحروف ميم عين حاء عين قاف، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى فضيلة الشيخ المجيب على رسالة هذه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا شاب تزوجت منذ 8 سنوات تقريبا، ولي منها 4 أولاد، واجتمع في عرسي جميع أقربائي، لكن بعد 6 سنوات أشيعت شائعة وهي أن زوجة خالي ظنت أنها أرضعتنا، مع العلم بأنه حصل عداوة بيننا وبين خالنا، ومع العلم أنها لم تعين عدد الرضعات. فلما أخبر أبو الزوجة وأمها تسارع إلى بيت زوجة خالي ليسأل عن الحقيقة، فلما ذهب إليها قالت: ما قلت هذه الكلمة، بل هي كذب علي وهي شائعة. فضيلة الشيخ، ما الحكم في هذه المسألة؟ وهل يقبل قولها إذا قالت هذه الكلمة أم لا؟ وهل لنا أن نعاملها معاملة غير مناسبة؟ وهل مثل هذه المرأة وهل لمثل هذه المرأة جزاء في الشريعة الإسلامية حتى لا تتكلم امرأة قولا من غير تيقن هذا إذا ثبت عليها؟ جزاكم الله خيرا. الأصل صحة النكاح حتى يثبت عند القاضي أن هذه المرأة أرضعت زوجتك، أرضعتك أنت وأرضعت زوجتك كل منكما 5 رضعات في الحولين. فإذا ثبت هذا عند القاضي أنها أرضعت كل منكما 5 رضعات في الحولين فإنها تكون أختا لك
لك من الرضاعة لا يجوز لك أن تمسكها، وما مضى يكون معفوا عنه لأنه بشبهة. أما ما لم يثبت هذا وإنما هو مجرد شائعة، ولا سيما إذا كان هناك شيء من العداوة أو من الوشاية، الأصل بقاء النكاح والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف ننمي ونغرس العقيدة والتوحيد في نفوس أبنائنا؟ صاحب هذا السؤال من المنطقة الشمالية خضر سالم العيادي. هذا يحصل بالتعليم، تعليم أولادكم وتوجيههم ما ينفعهم، وبتربيتهم على الصلاة وعلى الطاعة، وكفهم عن الضياع وعن الإهمال، فيحصل استقامتهم وسلامتهم، ويحصل أيضا حصولهم على العلم. كل ذلك يحصل باهتمامكم وقيامكم عليهم ورعايتكم لهم، واختيار المدارس والمدرسين الطيبين، ومتابعة دراستهم وتحصيلهم. كل ذلك يحصل بإذن الله باهتمامكم ورعايتكم لهم وملاحظتكم لهم ومتابعتكم لمراحل دراستهم واستفادتهم. ليس هناك شيء يحصل بدون تعب وبدون سبب وبدون عناية من ولي الطفل ولي الصغير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الإمارات العربية المتحدة أبوظبي، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف جيم جيم جيم. يسأل أخونا ويقول: إن زوجتي امرأة ولله الحمد ملتزمة بشرع الله، ترتدي الحجاب الشرعي وتحافظ على الفرائض والسنن وتجتهد في ذلك، ومشكلتها أنها تجد صعوبة بالغة مع شعرها الطويل أثناء الغسل للصلاة، وتسأل فضيلتكم عن حكم قطع الشعر بالنسبة للمرأة المسلمة، مع العلم أن السبب هو ما ذكرناه وليس الهدف منه التشبه بنساء الكفار أو الرجال. نرجو منكم يا فضيلة الشيخ مأجورين توضيح هذه المسألة جيدا، وفي الختام أسأل الله أن يجزيكم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. إذا كان شعرها طويلا يكلفها ويشق عليها، فلا مانع من قصه بقدر الحاجة، يعني تقصه بقدر الحاجة بحيث تزول عنها المشقة وتستطيع القيام بإصلاح هذا الشعر وغسله عند الحاجة. ففي هذه الحالة لا بأس بقصه، لأنه لحاجة لا لعبث ولا لتقليد أو تشبه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاءنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى